تم اليوم الأربعاء تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 231,171 حالة موزعة عبر التراب الوطني. حسب ما كشف عضو رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا في الجزائر الدكتور جمال فورا، كما تم تسجيل 92 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 139,898 حالة شفاء. في المقابل تم تسجيل 7 وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 5,838 وفاة رحمهم الله جميعا. وسنوافيكم بالجديد في فيديوهاتنا القادمة.